تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة انطلقت مسابقة البحرين الوطنية للروبوت في نسختها 13 والتي تقام تحت شعار حلفاء الأرض بتنظيم من منصة برايتس التعليمية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. هذا وتتيح المسابقة فرصة المشاركة لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، كما يشارك طلبة من مركز رعاية الطلبة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم ومركز ناصر للتدريب والتأهيل المهني، وإضافة إلى مشاركات لفرق فردية في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي. تطور ملحوظ شهده العالم في السنوات الأخيرة كعلم الروبوتات هو العلم الذي يدرس جميع جوانب الصناعة المرتبطة بهندسة وبناء وتشغيل الروبوتات إلى جانب الصناعات التجارية واستخدامات متعددة. ولتلك الأهمية تقام مسابقة البحرين الوطنية للروبوت بمشاركة طلبة من المدارس الحكومية والخاصة والموهوبين لتأهيلهم وتعزيز مهاراتهم التي نتجت عنها مشاريع متميزة في صناعة الروبوت. أساسه وهدفه الأول خدمة الوطن والمواطن وتحقيق التنمية المستدامة. طبعا مشروعنا اليوم مستكشف الذكي، نفس ما تعرفون ان مملكة البحرين جزيرة تحيط بها المياه من جميع الاتجاهات، لذلك قررنا نركز على البيئة البحرية، وايضا قمنا باختيار المشكلة من خلال كوب 23 وهي مشكلة التلوث البحري. طبعا حل مشكلة التلوث البحري هو استعمال مشروعنا اليوم مستكشف الذكي، هو عبارة عن قارب روبوتي مؤتمت يعمل بالطاقة الشمسية ويعمل على تنظيف المياه من الملوثات البلاستيكية والنفط وتسربات النفط. مشروعنا تكلم اسم الآلة الكاتبة، الفئة المستهدفة من المشروع ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين. يعمل المشروع على طريقة شفرات مورس بحيث انه يحول شفرات مورس الى الأحرف الأبجدية الإنجليزية ويطبعها على ورقة عادية. وفكرة روبوتنا هو انه في المزرعة يعمل في الأشياء الزراعية، فياخذ الفواكه الناضجة ويوديها السوبر ماركت، أما الفواكه الغير نافعة يروح ويتخلص منها. شاركت في فئة الروبو ميشن عبارة عن حلبات وتحديات ومحاولة كسب نقاط أكثر. تشهد المسابقة مشاركة 58 مدرسة حكومية وخاصة وتنقسم إلى عدة فئات. يقوم الطلبة في الفئة الأولى ببناء وبرمجة جهاز روبوت للقيام بمهام محددة، أما الفئة الثانية يقومون من خلالها ببناء وبرمجة جهاز روبوت للقيام بمهام رياضية، أما بالنسبة للفئة الثالثة يقوم كل فريق مشارك فيها بإعداد مشروع يخدم موضوع الأولمبياد للعام وهو حلفاء الأرض ويوظف فيه الروبوت. المشكلة اللي احنا نواجهها في هذه العالم ان الكثير من المدن تخترب البنية التحتية مالهم بسبب الظروف المناخية، ولهذا السبب من هذا المسابقة نستطيع ان نرى كيف تستعمل الذكاء الاصطناعي الروبوتات والآلات اللي احنا مسوينهم بيدنا عشان تحل هذه المشكلة وتأدي لمستقبل له تطور وازدهار اكثر. مشروعنا هو ان شلون نحول المهملات الاكل الى طاقة كهربائية، ففي البداية عندنا هاي سورتنج روبوت، الروبوت اللي راح يفرز المهملات، هاي الروبوت يستطيع انه يفرق بين المهملات اللي راح تكون مهملات الاكل والمهملات الاخرى اللي مثل الزجاج او البلاستيك، فعقب ما يفرز المهملات الروبوت راح ناخذ من هاي المهملات غاز الميثان، في غاز اسمه غاز الميثان، من خلال هاي الغاز راح نقدر نولد الطاقة الكهربائية اللي راح نقدر نستخدمها لتوليد الكهرباء سواء عشان نشغل الليتات او نستخدمها لاي شيء اخر. مشروعنا يتكلم عن هي الجرين سيتي او الحفاظ على البيئة. اول شيء احنا لازم نبدي بترتيب الحديقة من نقل الورد الى مناطقهم الصحيحة ووضع البايكلز او السياكل لمكانهم الصحيح يعني تنظيم الحديقة، وهذا الشيء الصراحة يعني ساعدنا في ان احنا كسبنا مهارات في البرمجة وفي الذكاء الاصطناعي وفي الحفاظ على البيئة. يعود تقدم علم الروبوتات إلى التطور الملحوظ في باقي مجالات العلوم والتكنولوجيا، إذ ساهم ظهور علم البيانات الضخمة في تزويد أنظمة الروبوتات بكفاءات عالية لم يكن بالإمكان الوصول إليها في الماضي. كل هذه الأمور أدت إلى بناء جيل من الروبوتات يمكن استخدامها في كافة مجالات الحياة كالصناعة والصحة والأمن ومساعدة البشر.
مسابقة البحرين الوطنية للروبوت تأتي لصقل مهارات الطلبة وقدراتهم في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي وتمكينهم من تنفيذ الأفكار الإبداعية على أسس علمية حديثة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.